كيف فيكي توصفي لنا الامومه؟ الأمومة يا ميرا هي نعمة الله عطانا إياها لننعم بحياتنا ولتكون حياتنا مليانة فرح. الولاد بحد ذاتهم هن ملائكة، خلوا علمونا كيف نحب، هن الحب إذا بدك. يا ريم فوتي خدي خيك لجوا وخليني اسمع بعد حس منكن، حسابك بعدين. هيدي فينا نقطشها بالأديتين؟ أكيد. شو حلو انك تربي وتتعبي وتضحي وبعدين تلاقي انه كبروا وصاروا صبايا وشباب ناجحين بعملهم بمحيطهم. وغير هيك الفيقة الصبح والتوصيله على المدرسه، هيدا كوم تاني. بونجور، يلا بدنا نروح على المدرسه. قوموا، الساعة 6 عم نتاخر، كل يوم عم نتاخر. انا كمان فقت يا ماما، خلينا نقوم على المدرسه بليز، رح نتأخر. قوموا على المدرسة بليز، كرو 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 كرو، قوموا قوموا قوموا. انتو عم تفيقيهم، انتو عم تلبسيهم، انتو عم تمشطيلهم شعرهم، انتو عم تعملي سندويشات. يعني لا الام بتنسي ولا الولد بينسي. عندك مثلا بس تفوت الام على البيت كيف بتحوكموا حواليها مثل البط الصغير. ما عندي قرارة بروجيك. ماما ما بدي تفوت الليجو. ماما 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 بدهم يخبروكي ادق التفاصيل، يعني التفاصيل التفاصيل. هول القصص بتنبسط فيهم الان. اذا بعد حدا بيقول كلمه ماما انا فلي من البيت. هلا الحمد لله يعني انا اولادي نوابخ بيلقطوا علي على الطاير، اسم الله يغزل العين، الله يحميهم الله يحفظهم يا رب. النصيحه هيدي للاهل اللي يعني عيب نقولها لشوي، انه اولادهم قليلي الاستيعاب بيقولوا، اللي ما بيستوعبوا كثير. مهم كثير الام تقعد فوق راس ابنها وتدرسه بطريقه سلسه كثير، يعني خلينا ما نعيد ذكريات اهالينا من زمان، يعني خلينا ندرسهم على الرايق برواق، ما نمد ايدنا عليهم. ما هي خطوط الطول؟ ماما بنحط لهم هون. ماما فيني خلص خطوط، فيني خلص خطوط الطول تبع اخذكم قبل؟ برافو عرفت، ايه برافو فظيعه. ماما يا الله كله بالرواق بينحل. واحلى بارت عندي انا بارت النوم، وقت يكونوا هيك تعبانين حمامين مهفافين نضاف بدهم يفوتوا يناموا، انا يوجوالي بقرا لهم قصه قبل. اي قصه؟ بتقري لنا قصه؟ فينا فيك توقفيها، فيك تنقبري تفوتي تنامي. حعد لك ثلاثه لي، حعد لك ثلاثه. وعك تجيب اولاد، وعك حدا يلعب لك براسك ويقول لك جيب اولاد عشانك بتتعبي.